السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، مرحبا بكم على قناه مامون بيبي. خوتي خواتاتي كما تتشوفوا هانتوما هاد الحاله هادي. كتبت الحاجه ماما حاجه فاتحه الليل كله ما واجباتنيش وما نعستش، بيت الليل كله قبضه في التليفون وتنشوف فيه تنقول مالها شو وقع لها ياك لاباس، كنت غادي نحماق ما بغيتش نخلع بوش راه نقول لها راه ماما ما تتواجبش، وقلت نعاين حتى الصباح نشوف شنو كاين. هي هذيك ودابا الصباح انتم تتشوفوا 7:27 دقيقه ديال الصباح، قالت لي راني بيته في البرد، راني بيته في الزنقه في البرد، ما تعيطينيش راني تنشارجي التليفون من طبيعه الحال حيت ما بيتاش في الدار ما يمكنلهاش تشارجي التليفون، بيته في الزنقه في باب الدار باب العماره. انتم اخوتي تتشوفوا هذه الحاله هذه، الله ياخذ حقها. انتم اخوتي تتشوفوا هذا الظلم هذا، هي تتقول على انها باتت في البرد. خوتي خواتاتي أسماء زروال هي ونفيسة سميم، غنقول لكم علاش دارت لها الغاز البارح في الليل باش ما تباتش في الدار، لان ليل الجمعه حاجه فاتحه تتبات تتصلي وتتصلي صلاه الفجر في الدار كما العاده، وبغاو يحرموها من التقرب من الله ليلة الجمعة. تصوم الخميس وتتبات تتصلي، مي تتقدر تصوم الخميس تتقدر تصوم، مي ما تتقدرش ما تتصومش، وتتبات تتصلي. مي تتفطر وهي تتصلي، تصلي وترتاح، تصلي وترتاح، تصلي وترتاح، وهي هكاك غادية الليل كله حتى الصباح حتى تتصلي الفجر، ومن مور الفجر تتقرا القرآن. عندها الليله ديال من الخميس للجمعه في الصباح عندها ليله مهمه في العباده. هي هذيك اخوتي جات أسماء زروال قالت لها بانها غتوقف حاجز بينها وبين الحق سبحانه وتعالى اللي خلقنا وخلقها حتى هي، وقالت نفيسة سميم منعي عباد الله من العبادة ديال الحق سبحانه وتعالى، منعيهم، اللي جاي يعبد الله هرسيه، ما تخلي حتى واحد يعبد الله. علاش؟ لأن أسماء ما تتأمنش بالجنة، ما تتأمنش بجهنم، هي محتجبة غير قدام الناس في الخفاء تتشطح فوق الطبلة عريانة. أسماء زروال هي هذيك أخوتي تدير هاد الشيء للناس كلهم ماشي غير الحاجة فاتحة، اللي شافتو غادي يتقرب من الله تتهرسو، الله ياخذ الحق. جمعة مباركة أخوتي، هزو كفوفكم الله ملي تتفرجوا في هاد الفيديو، قبل ما تسالي هاد الفيديو هزو كفوفكم الله وقولوا الله ياخذ الحق في أسماء زروال، الله ياخذ الحق في نفيسة سميم. ما تنسوش أخوتي ديروا اللايك، لايكيوا هاد الفيديو بارطاجيوها، واللي دخل جديد يدير أبوني ويفعل الجرس باش توصلوا النوتيفيكاسيون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.